أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم عن إزاي نستفاد من شهر رمضان الكريم وصيامنا في إنه ندخل بوزن معين ولا يعني ننقص الوزن ماشي، لكن لا نزيد الوزن. ودي مشكلة يعني أغلب الصائمين في شهر رمضان الكريم، إنه يعني بيعكس الآية، مفترض إنه ينقص وزنه يستمتع برشاقة ولكن بيزداد وزنه. هنتكلم عن الخطأ فين. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عادل عبد المنعم، استشاري السمنة والنحافة. دكتور عادل، خلينا نقول يعني احنا بنطرح السؤال ده ومنطقيا ما كناش نجي بنطرحه، لانه منطق ان الانسان ينقص وزنه في شهر رمضان الكريم، يعني بيصوم فترة طويلة جدا جدا عن الطعام، فده المنطقي. لكن ايه اللي بيحدث وبيخلي الناس، ايه الاخطاء اللي احنا بنرتكبها مباشرة كده وبتؤدي الى زيادة الوزن مش العكس؟ ان انا بعد فترة صيام 16 ساعة فجأة بلا مناسبة المعدة بتواجه هجوم تتاري من جميع أنواع الأغذية المشبعة بالسكريات والمشبعة بالدهون، فبتستقبل كمية أكل محتاج قوة حرق، ما بتلحقش تحرقها في المدة القصيرة اللي هي ما بين الفطار والسحور. ثم أجي أتسحر برضو بكمية أخرى على أساس إن أنا بكرة صيام فلازم أكل حاجة تمنعني من الجوع، فوانيم فلا لحقت أهضم بتاع الفطار ولا لحقت أهضم بتاع السحور، فكله بيتحول لرصيد بقى، فبتحول كله إلى مخزون. ويبدأ بقى التلبكات المعوية والقولون ويا بخت دكاترة الباطنة بياكلوا عيش في شهر رمضان، مع انه العكس بالظبط. المفروض لو الراحة للجهاز على ما شرعه الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اكيد دكاترة البطنة ما تشتغلش في الشهر. ايوه يعني مش هتعب، مش عايز، مش المفروض انا بريح المعدة، ده علاج للمعدة. الصيام علاج لامراض الجهاز الهضمي كله. تمام. طب خليني اقول لك بعض الحالات في شهر رمضان الكريم، وقول لي يعني تتعالج ازاي فيما يخص حد بيقول المنطق ده. يعني يقول لك ايه، اما انا باكل سكريات عشان ببقى هفتان مهبط. طب ايه اللي يخلي ان انا عندي اثناء الصيام، اثناء فترة الصيام انا مش مهبط، حاسس براحة، بأدي مجهود معقول وهكذا بدون تعب؟ القصة ان انا مع الجو الحر ده يبقى فيه كوباية عصير ليمون بعد الفطار. محدش بيعمل كده. كوباية عصير ليمون كويس قبل السحور او مع السحور. الليمون هنا ايه الفايده بقى؟ الليمون هنا هيعمل التوازن بتاع الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، فما احسش بالعطش. بالظبط، ده رقم واحد. ادي حاجه. رقم اتنين، انا حاسس ان انا هبطال. ايوه، الهبوط ده يا اما هبوط ضغط يا اما هبوط سكر. بالظبط، خلاص مش شرط يبقى سكر. ايوه، لو انا خدت جرعه سكريات وهو هبوط ضغط مش هيأثر، الضغط هيتوتر. بالظبط بالظبط، خلاص بالزبط. فهو الافضل له هو كوبايه العصير الايه، الليمون او البرتقال، والطازه مش المعلبات، لان المعلبات هي اصلا مش عصير. ايوه، ده هي ميه بسكر بس فيها طعم العصير. صح، مكسبه الطعم. فالبرتقال او ليمون، دول الاثنين افضل ما يمكن. ده واحد. اثنين، دكتور عادل، اللي بيعمل رجيم او الملتزم برجيم غذائي قبل شهر رمضان الكريم ازاي يوصله في شهر رمضان؟ احنا عندنا التوقيتات مختلفة، حجم الاكل حتى طبيعة الاكل مختلفة، ازاي يحافظ على وزنه من خلال رجيم ممكن يعمله في شهر رمضان الكريم؟ اللي كانوا بيعملوا رجيم قبل رمضان عليهم اثناء فترة رمضان على الاقل يحافظوا على وزنه او يجيبوا الحد الادنى من التخسيس، وكده يشكروا بقى، وكده انا بشكرهم جدا كمان. ايوه، انما فكره ان حد بيعرف يخس في رمضان ده بتبقى لاصحاب العزائم القويه، ودول بتبقى نسبتهم قليله قوي. طب ده رمضان، رمضان في اختلافات توقيت، دي اوكي، في اختلافات اجتماعيه كمان. اللي ما بيشوفش اهله طول السنه بيشوفهم في رمضان. بالظبط، ففي عزومات وفي اكل، واكله عزوم. بالظبط، يعني اوقات عزومات. بالظبط كده.
ده رقم واحد. رقم اتنين، احساسنا احنا ان احنا صايمين فعايزين نعمل احلى اكل يتعمل في رمضان. فبيبقى نظام تغذيه، رمضان ده شهر تغذيه، مش رجيم، مش شهر رجيم. طب خلينا نقول حاجه يا دكتور، هل توقيتات، حضرتك بتقول اختلاف التوقيتات، فعلا احنا بنبدا اكل الساعه 7 8 7 قول، وبعدين بنقفل الاكل بتاعنا قول الساعه 2. طيب انا عاوز اقول انه هل هنا الفكره بتاعه توقيتات الحرق العاديه في الساعه البيولوجي العاديه هي دي اللي عامله الربكه؟ بالظبط كده. ده واحد. اتنين، فهو اول يوم رمضان نعتبره يوم مفتوح ونسكت، وثاني يوم وثالث ونبدا بقى نشتغل لغايه 30 يوم. ما بقول لك نبدا نشتغل بعد كده، هو نفس الكميه اللي انا كنت ماشي عليه في الرجيم اعملها جوه الايه؟ الصيام. النوعيات بقى اللي هو كل ما هو بشاميل والمحاشي والحلويات الشرقيه، المحاشي مش قضيه. المحاشي مش قضيه. ليه؟ رز ومحطوط في اي كان فلفل وهاخد منه ست صوابع خمس صوابع كتير. ماشي اوكي، مش قضية. انما البشاميل ده عبارة عن كذا حاجة ركب بعضيها عشان توصل في الاخر الى، فتبقى دهون مشبعة ما تلحقش تتخدم، فتبقى للايه؟ للتخزين. تمام. المقليات ما بتلحقش تتخدم. أيوه. فتبقى للتخزين. بالظبط. الحلويات او مشويات او في الفرن بس. ده افضل. الحلويات كويس، هو تمر او الخشاف بتاعنا. بالزبط. اوكي، انما بس ما تحطلوش بقى سكر وبتاع وانما الكنافه والقطايف وكل الشرقيات دي لا، دي دهون مشبعه. فبالتالي تخزين دائم عائل. والاخطر حاجه في رمضان ان انا ما اشربش ميه. ده الاخطر، ان انا ما اشربش 12 كوباية مية في اليوم. في اليوم بتاع رمضان ده، من الفطار لغاية السحور. ما اشربهمش. مفترض لازم اشربهم. لازم اشربهم. والا كويس هيبقى عندي مشاكل في الضغط فعلا يعني. ده واحد. اتنين، في الضغط ينخفض، قصدي الضغط يرتفع. طبعا. اتنين، اخطر حاجة في رمضان ان انا افطر على حاجة ساعة. خلاص، ده يروح مخلي الكلى ويعمل لها فشل كلوي مؤقت. يعني ده مبتدئ على العمل، ده خطا كبير مؤقت. مفترض انه اشرب حاجات دافيه، ميه. مفترض ان انا ابدا التعامل بميه ومش ساقعه، مش ضروري كبيره. صغيره، مش ضروري سخنه، مش ضروري ساقعه. كل دوت مش قضيه. انما ما اشربش حاجه مياه غازيه. طب خلينا على المطلق. تمام. خلينا نقول يا دكتور سريعا، بما انه حلقتنا يعني عشان نستفاد من علمك، عاوزين نقول الفطار والسحور يبقوا ازاي بحيث انه اخرج من شهر رمضان زي ما دخلت في الوزن. طيب. لا ازيد الوزن. ماشي. السحور هنخليه نص رغيف مع بطين مسلوقين مع علبة زبادي مع خيار كتير. ده مش هيجوعني؟ مش هيهبطني؟ لا. طب يلا قول لي. لا. لا والله ما هيجوع. لا. تمام. او نص رغيف برضو مع طبق سلطه جبنه قريش. مع سلطه، طبق سلطه جبنه قريش، وهو خيار كابوتشي كل ما هو اخضر. كويس. وحط عليه حتتين جبنه قريش. كويس. والنص رغيف جنبي والمعلقه، يعني مش بغمس. لا، ده بالمعلقه. أوكي. بحيث اكل الطبق ده مع النص رغيف. تمام. ده السحور. الفطار نص رغيف او ست معالق رز، طبق سلطة، طبق خضار مع ربع فرخة أو حتتين لحمة أو سمكتين أو ثلاث بيضات مسلوقين. ما بينهما كويس لينا من حبايتين لثلاث حبايات خوخ أو تفاح أو طبق بطيخ أو طبق كنتالوب. لكن أبعد بقى عن الشرقيات والحاجات. طب ما أنا كان مش هستمتع برمضان. هو أسهل. ربط رمضان، ربط رمضان وربط الصيام بالكنافه والفوازير. اذا كان الانسان عاوز فعلا يستمتع بصيام رائع وصحه جيده، لا مانع ان انا الاسبوع دوت اختار يوم كده اكل فيه قطعه كنافه. مش كيلو، مش هقعد على صينيه. ايوه بالظبط. خلاص. ومش كل يوم. بالظبط.
هو الاسبوع اللي بعده رحت واكله بتدوت قطايف خلاص لكن مش كل يوم برضه مش كل يوم صح. فكره كل يوم دي هي هو المشكلة. الجسم ما استحملهاش هي المشكله ويبقى كمان انا النهارده كان فطرنا خفيف كويس فطرنا خفيف طيب ناخد بقى البتاع ده بالظبط انما ما بقاش دببها فطار كله كده وادبها سخون بالظبط وفي النص كمان ادبها بالظبط أنهي جسم هيستحمل الكلام ده بالظبط. عموما دكتور عادل كل سنه وانت طيب ونظبط شهر رمضان الله يخليك. اعزائي المشاهدين وفي نهايه هذا اللقاء بنشكر ضيفنا الكريم الدكتور عادل عبد المنعم استشاري السمنه والنحافه واشكر حضراتكم على حسن المتابعه وكل سنه وانت